ببقى سعيد جدا جدا لما بشوف المصريين منورين باسمائهم بره، وخصوصا في المحافل التكنولوجيه والمحافل اللي فيها اختراعات، من ابرزهم معرض جنيف الدولي للاختراعات. معرض جنيف يا جماعه في دورته الحاليه شارك فيه عدد كبير من المخترعين المصريين بمجموعه من الابتكارات. المخترعين دول قدروا ان هم يحصلوا على مراكز متقدمه اثناء مسابقات هذه المسابقه. الدكتور هاني محمود جادو، الدكتور هاني محمود فاز بالابتكار اللي تقدم بيه تحت اسم ذات تكنولوجي. ايه هو ذات تكنولوجي؟ ذات تكنولوجي هو عباره عن مكمل غذائي حيواني بيزود من القدره الانتاجيه للحيوان في وقت ربما الدوله كلها كل اجهزتها مهتمه جدا جدا بقضيه الزراعه وبقضيه الانتاج الحيواني، وفيه اهتمام كبير جدا من مؤسسات الدوله حول هذا الامر. تفاصيل اكتر عن هذا الابتكار بينضم لنا عبر تقنيه زوم الدكتور هاني محمود جادو، استاذ تغذيه الحيوان في كليه الزراعه جامعه عين شمس. صباح الخير يا دكتور، والف مبروك على حضرتك. يا فندم صباح الخير، واهلا بسيادتك وبرنامج صباح الخير والمشاهدين اجمعين يا فندم. يعني فخورين بحضرتك وفخورين بكل المصريين اللي بيشاركوا في معرض جنيف، ولكن خليني اسالك، يعني ايه ذات تكنولوجي؟ بتعمل ايه في الحيوان؟ يعني ايه بيزود انتاجيته؟ وازاي اقدر استفيد فيه داخل مصر تحديدا؟ يعني ده سؤالي اللي انا ربما محتاج اجابه يعني قاطعه عليه. اتفضل يا فندم. طيب تسمح لي الاول بس اعمل مقدمه ممكن 10 ثواني. اتفضل. صغيره خالص. اتفضل. ذات تكنولوجي ده احنا ابتدينا نشتغل فيه من 1999، يعني النهارده في حوالي 22 سنه واقف. وهو عباره عن تكنولوجي جديد جدا على مستوى العالم، بيستخدم انواع معينه من البكتيريا والانزيمات وبعض الاشياء الاخرى اللي انا بحتفظ بيها داخل سريه براءه الاختراع. في النهايه الهدف منها ايه؟ الهدف منها احنا عندنا مشكله كبيره جدا في اعلاف والتغذيه. النهارده اسعار اللحوم زي ما حضرتك شايف بتتصاعد، الدواجن، البيض، اللبن. ليه؟ لان اسعار المكونات اللي بتخش في اعلاف الحيوانات بترتفع. احنا الهدف الاولاني في الجزئيه الخاصه بذات تكنولوجي هو ان احنا بنعمل نوع من انواع تحسين القيمه الغذائيه للمواد دي زي قش الرز والتبن وهلوم مجر، بحيث ان الحيوان يستفيد بها افضل من الوضع اللي قبله، ونقدر نقلل مكونات اخرى بترتفع قيمتها احسن منه في القيمه الغذائيه لكن اغلى منه في السعر. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه انه بندي جزء صغير خالص، يعني انت تخيل حضرتك حيوان زي الابقار مثلا الحلابه او عجول التسمين، بندي حوالي 10 جرام بس للراس في اليوم، مش اكتر من كده. بتدينا زياده في معدلات النمو حوالي 200 جرام لحوم، بتدينا حوالي 2 لتر لبن في ابقار الالبان. انا بس حبيت ان انا اتكلم في اختصار من الناحيه التجاريه والناحيه التطبيقيه. المفاجاه الاخرى احنا الحمد لله ودي سمة قسم انتاج الحيواني في زراعة عين شمس، احنا بنحاول ننقل التكنولوجي اللي احنا بنعمله ونشتغل فيه، واولادنا من تلامذتنا اللي بيشتغلوا في رسائل الماجستير والدكتوراه بننقل الكلام ده الى مرحلة التطبيق، وتم فعلا. احنا اوريدي طبقنا هذا وسلكنا مسلك الطبيعي جدا في ان احنا رحنا لوزارة الزراعة، وانا لوزارة الزراعة لو سمحت اتفضلي اهو عايزين نسجله كمنتج تجاري. وبالتالي تم تسجيل عدد من المنتجات دهية المنتج التجاري، وتم تطبيقها في السوق المصري وبعض الأسواق الخارجية. هاي يا دكتور، يعني اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك بعد التحيه. يعني جميل ان يتم استخدام العلم لهذا النوع من الابتكارات. احنا حابين نفهم اكتر من حضرتك، يعني توضح لنا ازاي هيقدر المنتج ده يزود القدره الانتاجيه للحيوانات بشكل عام، يعني ازاي هيقدر يعمل ده؟ وحضرتك كنت اتكلمت عن الابقار مثلا، ايه تاني من الحيوانات المستهدفه لتناول هذا المنتج؟ طيب يستخدم اخرى في الاغنام، يستخدم الاخرى في حيوانات زي الدواجن والبط، يستخدم اخرى في مع البيتس اللي هي القطط والكلاب وغيره. فعلا الاسماك برضو يا فندم يستخدم فيه. فهو يستخدم في رينج واسع خالص من الحيوانات. وازاي بقى بيعمل هذا الجزء؟ طيب عشان ما ادخلش في تفاصيل فنيه دقيقه جدا، لكن هو باختصار خالص حضرتك، يعني انا دايما بشبهها حتى لتلامذتي، لو الواحد اكل اكله تقيله كده
بيبقى حس ان هو بعدها عايز يهضم، فبياخد ازازه صودا فبيحاول يحس ان الدنيا هضمت عنه. الحيوان لما بياخد الاكل بياكله، احنا بنعمل ايه؟ لما البكتيريا دي والانزيمات تخش بتساعد الحيوان على انتاج انزيمات اكتر، هضم احسن، وتحسين الحاله الصحيه للحيوان كلها. طب ده احنا باختصار خالص. يعني هل اتعملت دراسة جدوى يا دكتور؟ لو عملنا قد ايه ممكن يودينا لقد ايه؟ لو في الحالة المصرية عملنا قد ايه؟ هل في دراسة على مزرعة معينة بلغة الأرقام؟ طيب يعني احنا كلمني بقالنا في كام ضعف، في كام، فاهم فاهم حاضر حضرتك سؤالي بالظبط؟ حاضر اتفضل حاضر اتفضل. حاضر احنا بقالنا حضرتك النهارده 17 سنة بنعمل اللي حضرتك بتقول عليه ده بالظبط. جميل احنا معلش نفسنا طويل شويه. هايل. الدراسات الجدوى اللي اتعملت في مزارع مصر كلها، احنا عملنا مزارع خالص، وانا طبعا ما استاذنتش صندوق التامين على الماشيه، لكن اخر حاجه وانا عضو في مجلس الاداره هناك، وهو حقيقه بيعمل شغل رائع جدا، انا مش عايز يعني اضيع وقتكم في هذا، لكن الحقيقه صندوق التامين على الماشيه بيعمل يعني شغل جامد جدا، لكن احنا عملنا شغل هناك وزود معدلات التسمين، ده اخر حاجه احنا حضرتك بنتكلم، ايوه حوالي 300 جرام للراس في اليوم. طيب يعني ايه 300 جرام راس في اليوم؟ ويعني ايه الكلام؟ يعني انا لما بدي الحيوان 10 جرام بس، 10 جرام ده يعني يا فندم حوالي جنيه ونص، 2 جنيه بالكتير. ربع كيلو اللحمه النهارده حضرتك، انا مش عايز يعني ابالغ في الاسعار يعني، لكن صحيح. حضرتك لو 100 جنيه يبقى انا زاد عندي ال 2 جنيه، اديت الحيوان 2 جنيه، فالحيوان اداني تاني يوم الصبح حوالي 25 جنيه، لو هو سعر كيلو لحمه بيتباع 100، لكن هو الحقيقه بيتباع باكتر حضرتك عارف، لو بيتباع ب 200 يبقى انا اداني الحيوان حضرتك 50 جنيه. طيب الحيوان قايم حي ببيعه، بيتم بيعه في السبعينات يعني حاجه و70 جنيه، يعني اذا النهارده حضرتك لو انا اديت الحيوان 2 جنيه، حطيت كده في البنك بتاع الحيوان 2 جنيه الصبح، تاني يوم ايوه هيديني حضرتك مش اقل ابدا من حوالي 14 ل 15 جنيه عائد على الحيوان وهو واقف. فده الجزء الاقتصادي. اعتقد لو حضرتك حسبتها بالنسب المئويه هتلاقي نسب فرق عاليه، كبير 15 فرق كبير. ده انا بتكلم في اليوم. حضرتك في اللبن حضرتك بيبقى حوالي 2 لتر لبن. فلو احنا حضرتك النهارده نفس العمليه 2 جنيه 2 لتر لبن، شوف حضرتك هايل العائد على الاستثمار قد ايه. هايل. طيب هل المنتج ده ممكن يغني عن استخدامات مراكز التلقيح الصناعي اللي بتزود الانتاج لا الحيواني، ولا هيكون لا ليه لا 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 استخدامات لا اخرى؟ لا يا فندم خالص. بص يا سيادة، الانتاج الحيواني ده منظومه، منظومه ما ينفعش حضرتك تقولي انا هاخد ده وهيغني عن ده. لكن احنا بنعمل ايه حضرتك؟ هو لما بنجيب حيوان تلقيح صناعي، بنجيب تلقيح صناعي اللي هو الاستروز، بنعمل عمليه تلقيح صناعي، انت حضرتك بتنقلي جينات قدراتها الانتاجيه اعلى، فبيبتدي معدل الانتاج في الحيوان دي في المواليد ترتفع. مثلا بدل ما هو 10 جرام 10 كيلو في اليوم مثلا، هنبقى 20 مثلا. الحيوان ده لما بيحصل له الكلام ده، انت لازم تديله قدرات تغذيه اعلى. طيب لو انا غذيت، هو تكلفه التغذيه للحيوان اللي بيدي 10 كيلو يا فندم زي اللي بيدي 20؟ لا. لا طبعا. اذا النهارده حضرتك لما انا هرتفع ل 20، لازم هيبقى كميه الاكل اكتر والتغذيه اكتر والتكاليف اكتر. يجي هنا بقى الادوار بتاعتنا اللي احنا بنشتغلها، بان احنا صحيح. بنعمل تركيبات ومعاملات زي ديت بتنتهي بنتائج جميله جدا. اخر حاجه احنا شغالين عليها وتلميذه عندي في الماجستير شغال عليها ونتائجها ممتازه طالعه، احنا بنعمل حاجه اسمها التخمر. يعني بناخد الاكل ونعمل له عمليه معاملات معينه، وده تكنولوجي جديد جدا في العالم، واعتقد ان هو هيعمل مساعده كبيره جدا في نواحي التغذيه عندنا في مصر. صحيح يا دكتور، احنا يعني سعداء جدا باللي حضرتك قلته، واعتقد ان انا اسعد من اسعد بيك يا فندم. اهلا 99 وسهلا. لغايه 2022 فتره طويله جدا من اجل اجراء دراسات كافيه على كل الحيوانات والتاكد من النتائج الحمد لله المطلوبه، والتاكد ايضا من ان الحمد ما فيش لله اي اثار الحمد سلبيه. لله. بندعو كل المزارعين ان هم يشوفوا هذه التجربه، بندعو ايضا يعني الدوله المصريه ان هي ربما تشوف هذه التجربه لو يمكن ان نطبقها على الثروه الحيوانيه والثروه الدجانيه في مصر. بنشكرك مره ثانيه دكتور هاني محمود جادو، استاذ تغذيه الحيوان في كليه الزراعه جامعه عين شمس. شكرا أنا جزيلا. شاكر لكم يا فندم، وألف ألف شكر. شكرا شكرا لحضرتك.